الفرنسا عندهم الغاز، عندهم تريسيتي، عندهم لاشينيش. فيه انطلاق، اعطاء اشاره انطلاق لخمس مشاريع تنمويه، ويتعلق الامر باعاده تهيئه دوار الكريرمة، إعادة تأهيل وصيانة الطريق الوطني رقم 19، إعادة صيانة وتأهيل طريق رقم 42، وإعادة تأهيل وصيانة طريق رقم 52. كل هذه العمليات تدخل في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، لا سيما فك العزلة عن المناطق النائية. شفتوا اليوم عدة طرقات تقريبا فيه ثلاث مشاريع يدخلوا في إطار برنامج تكميلي المخصص لولاية تيسيمسيل، وستعود كل هذه المشاريع بالفائدة على ساكنة المنطقة.